ضيقت القوات العراقية المشتركة الخناق على مقاتلي داعش خلال تحريرها لعدد من المناطق الواقعة شمال غربي الموصل، الأمر الذي يقربها أكثر من منطقة الموصل القديمة حيث جامع النوري الكبير الذي يستخدم داعش آلاف المدنيين في محيطه دروعا بشرية. وسام يوسف رافق قوات الرد السريع العراقية خلال معاركها هناك وأعد هذا التقرير. أقل من 20 كيلومترا مربعا هي المساحة التي أصبح مقاتلو داعش يحتلونها بعد معارك طاحنة تخوضها القوات العراقية المشتركة في الجزء الشمالي الغربي من الموصل، حيث حققت تقدما واضحا خلال اليوم الثالث من انطلاق المرحلة الأخيرة من هذه العمليات. محور الفرقة التاسعة اللي هو منطقة مشيرفة، الحمد لله تم تحقيق الأهداف بالكامل وتطهيرها. محور الشرطة الاتحادية المتمثل فرقة الرد السريع إضافة للواء 34 و73 الحمد لله تم تطهير المناطق الموكلة إنه وصولا إلى الهرمات ومرورا بقرية حسونة ودجلة وأربع محطات وقود إضافة إلى المطحنة الرئيسية ومقبرة وادي عقاب. تم قتل مجموعة كبيرة من داعش تجاوزت 32 إرهابي وتفجير 22 عبوة، وحاول العدو يعرقل تقدم القطاعات ب 13 عجلة مفخخة تم تفجيرها والاستيلاء على 4 عجلات مفخخة. سرعة سيطرة قوات الرد السريع العراقية والفرقة التاسعة على مساحات واسعة في هذا المحور وكونها مناطق مفتوحة وشبه خالية من السكان بعد نزوح أغلبهم إلى مناطق مختلفة، مما أتاح للقوات العراقية استعمال أسلحة متنوعة شكلت تفوقا واضحا للقطاعات العراقية. نحن الآن متواجدين مع القطاعات الرد السريع التي تمكنت من تحرير أجزاء من منطقة الهرمات والحي الصناعي، ويمكن أن تلاحظوا حجم الدمار الذي تركه داعش في هذا المكان. هذا آخر مكان تركه داعش حررته القوات العراقية، حجم الدمار كبير هنا، هذا ما يخلفه داعش دائما في المناطق التي يتركها قبل أن تحررها القوات العراقية. تجولنا برفقة القوات الأمنية العراقية في خطوط التماس الأولى مع مسلحي داعش بعد أن حققت هذه القوات تماسا مباشرا مع قوات مكافحة الإرهاب في المنطقة الصناعية وتحريرها أجزاء كبيرة من منطقة الهرمات، حيث شاهدنا العشرات من جثث داعش وآلياته المحروقة. حاليا تواجدنا احنا في يعني هذه المطاحنة في منطقة الهرمات، قطاعات انقدمت باتجاه الهرمات الخامسة باتجاه الشقق، تجاوزت الشقق و حاليا يعني مثل ما تلاحظ قطاعاتنا باتجاه انكسار كامل للعدو، والحمد لله شكرا احنا بطور التقدم. داعش مع تيقنه لخسارته الموصل اصبح يعتمد اسلوب الارض المحروقه، وهذا ما يظهر بوضوح في المناطق التي تم تحريرها، حيث يتعمد تدمير البنيه التحتيه للمدينه عقابا للاهالي بسبب مساندتهم القوات الامنيه في حربها ضد التنظيم.